طيب اروح مع حضراتكم لاخبار الاهلي. والحقيقه مستر كولر قرر انه الفرقه تواصل تدريباتها واستعداداتها لمباراه الكاس قبل نهائي كاس مصر. عندنا مباراه مهمه ومباراه صعبه جدا مع انبي ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي في دور قبل نهائي لكاس مصر القديم. الناحيه الثانيه مفترض انه بيراميدز هيقابل الزمالك والكسبان منهم باذن الله ان شاء الله في حال تخطينا الانبي يقابل الاهلي في كاس مصر. مستر كولر قرر انه يكمل مع الفريق تدريبات او استعدادات بدون راحه. والنهارده هنتابع مع حضراتكم ان شاء الله تمرينه الاهلي ومنتظر طبعا انه اعتقد انه مودست ممكن يكون حاضر. كهربا الحقيقه تالق في مباراه امبارح وسجل هدفين. صحيح انه في ممكن يكون شويه ضغط زياده على كهربا، وخدوا بالكم كهربا قدم موسم اكتر من رائع الموسم الاخير وكان هداف النادي الاهلي، ولما احتاجته الفرقه لقيته رغم انه كان بيمر بظروف صعبه جدا جدا على اي لاعب كره. كهربا مش محتاج يثبت نفسه، كهربا مش محتاج يثبت لجمهور النادي الاهلي انه مهاجم فوق الممتاز، كهربا محتاج شويه هدوء في الملعب يتخلص من الضغوط اللي اعتقد انها كبيره جدا عليه. واعتقد ان المنافسه بينه وبين مودست هنكون على احنا كجمهور او كفريق هنكون محتاجين الاثنين يكونوا في اشد درجات تالقهم الموسم ده، لانه الاثنين هيكونوا من الاعمده الاساسيه ومعاهم صلاح محسن طبعا ان شاء الله بعد ما نطمن عليه في هذا الموسم الصعب والاستثنائي.